عليكم كي دايرين لاباس عليكم نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال ان شاء الله اليوم غنحضر معكم الكريم كراميل الديسير اللي محبوب في شهر رمضان والناس بزاف تتبغي تبدل في التحليات بالخصوص في هذا الشهر الكريم وانه بالخصوص الصيف دابا شويه نتمنى ان شاء الله طريقتي تعجبكم ندوزو المقادير وطريقه التحضير ديال كريم كراميل الى عجبكم الفيديو ما تنسوش توصلوه لاكبر عدد من اللايكات وبسم الله على بركة الله بالنسبة لهنا عندي غنعطيكم القياس ديال نصف لتر او خمسمائة ميلي وانتم ممكن تضعفوا الكمية او تنقصوا عندي هنا نصف لتر حليب بارد حليب عادي بارد واربعة ديال البيضات كاس ديال سكر سنيدة اللي غادي به الكراميل واحد الكاسرونه بالطبع تكون شي شويه من الاحسن تكون ثقيله باش ما السكر بالنسبه لهنا البيض راه ما كبرش بزاف البيض اللي هو رقيق عندي معلقه ديال الفاني ممكن تعملوا الشاسيات وعندي هنايا جوج معالق ديال السكر سنيده اللي غادي نحلي بهم الكريمه ديالي بالنسبه للسكر اللي كندوبو راه تيولي عنده واحد المذاق ما تيبقاش بدك الحلاوه يعني ملي كنديروه كراميل راه كيعطي واحد لوكو بوحدو على داك الشيء غادي نحلي الديسير ديالي غادي ندير داك السكر ديال سنيده في واحد الكاسرونه كما قلت تكون من الاحسن تكون ثقيله شويه او مقله غنردها على نار مهيله دائما الكريم كراميل نار مهيله ما كندير لا ما لا والو كنردو وكنخلي حتى كيبدا يذوب وكنقلب شي شويه الكاسرونه غير بيديا او بواحد المغرفه خشبيه هنا درت السكر كيدوب كي غادي ندوز باش نخلط البيض كما قلت لكم البيض هنا راه رقيق ما ما كبرش بزاف وغادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال الفاني كما قلت ممكن تنسمو بالشاسيات غير باش نحيدو داك ديال البيض وغادي نضيف سكر سنيده جوج معالق وطبعا السكر كيبقى على حسب الذوق غادي نخلط السكر سنيده مع الفاني والبيض تخليط عاديه ماشي بالضروره التراب يعني غير بالطراب اليدوي فقط من بعد ما بقى كيدوب معايا داك السكر كما كتشوفوا عاد كنبدا نحركو حتى كنحس تقريبا بداك الجناب كلهم بداو كيدوبو عاد نحركو بواحد المعلقه ديال الخشب والنار مهيله لان يعني الا جهدنا النار غادي تحرق السكر ديالنا وغيجينا في المذاق مر غادي نكون موجدة بالطبع زليفات اللي غادي يدخلوا للفران هادو الخاصين بالكريم كراميل ولكن ممكن تستعملوا اي زليف كيدخلوا عندكم للفران وهو مازال سخون داك الكراميل غادي نكبوه في داك الزليفات قياس تقريبا واحد معلقة معلقة في كل زليفة ضروري وهو سخون باش ما يجمدش في في الكسرونة. الا خلينا غير شويه راه في البلاصه كيجمد يعني ضروري وهو سخون غادي نحرك واحد شويه داك السكر باش الجناب اللي ما فيهمش داك الكراميل حتى هما بحال تلبس داك القاع ديال الزليفات بالكراميل غادي نخليهم على جنبي وهو في البلاصه راه كيبرد هذا الكراميل غادي نكون طيبت داك النسيترو ديال الحليب باش كنسرع شويه العمليه ديال الطياب ديال الكريم كراميل ديالنا غادي نطيبو بحال اللي كنطي حتى كيفيض يعني حتى الحليب غادي نبدا ندير بالمغرفه باش ما نكبوش كامل ويطيب لي البيض غير بواحد المغرفه كنبقى نكب ونخلط ونبرد في البلاصه باش ما يطيبناش داك البيض نحرك مزيان داك الحليب مع البيض والسكر والفاني غير بشويه ما تكبوهش دفعه واحده بالنسبه لهذا الديسير هذا راه ساهل وكيجي زوين في المذاق وراقي بالطبع والوصفه الاصيليه ديالو هي هذه هكا كيتصوب ولكن دابا راه تبارك الله بدعو النساء ما شاء الله عليهم كل وحده ولات كتصوب طريقتها بالنسبه للوصفه الاصيليه هي هذه يعني بالبيض والحليب هنا غادي نجيب واحد الصفاي غير باش ما يبقاش داك الرغوه حيت كنت كنطرب شويه بالجهد باش ما كتبقاش داك الرغوه وتجينا في الوجه ديال الكريم كراميل ديالنا نبقى نهز نعمر الزليفات ديالي على القياس في الطبع اللي بغيتو نتوما بالنسبه لهاد نسيطرو مع البيض كيعطي خمسه ديال الزليفات كما كتشوفوا فهاد الاثناء انا راني شاعله الفران مزيان ودايره واحد الطنجره ديال الماء اللي هو غليان ضروري يكون مغليان غليان باش نكبو في اللاطه وعاد ندخل الكريم كراميل للفران ديك الرغوه كما كتشوفوا كتبقى كامله في الصفاي ما تتهبطش بالنسبه لهذا الماء اللي قلت لكم طايب غادي تقريبا غادي ينص لنا داك الزليفات يعني يجي النص ديال لاطا عامر بداك الماء دابا غادي ندخلو الفران في الاول كيكون الفران سخون مزيان وكنقص النار اللي تكون متوسطه نار متوسطه ما مجهداش وما هنا من بعد ما جبتهم ما غاديش نمسهم دابا حتى ندخلهم للثلاجه تقريبا راني دخلتهم ما بين أربعة السوايع حتى الخمسة ديال السوايع او ثلاثه مهم على حسب الوقت ديالكم ومن بعد ما يبرد مزيان غادي ندوز بواحد السكين كنقلع داك الجنيبات وكيهبط معنا بسهوله شوفوا اللون ديال الكراميل كيفاش جاي على داكشي تنقول لكم الكراميل على نار مهيله من الاحسن وما تخافوش راه ما كيلصق ما والو غير مجرد كديروا السكين باش كتعاونوه ينزل من داك الزليفات اللي حنا مصوبينهم فيه غير بشويه لانه هو كريمه يعني شي حاجه اللي حساسه كندير واحد الطبيصل كنفضو يدينا شي شويه بحال كما كتشوفوا وكينزل معنا الكريم كراميل ديالنا بكل سهوله وهكذا جا الكريم كراميل ديالي كنتمنى حتى نتوما ان شاء الله تجربوه وينجح معكم ويجيكم احسن وتعجبكم طريقتي بالطبع وصفه اللي هي مميزه بالنسبه لي انا ووليداتي وتنسوا ان شاء الله تعجبوا وليداتكم والناس اللي اعتزينا لكم وبهكذا الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتبرتاجيو مع الاحباب والاصدقاء وتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد كما قلت وتبرتاجيو مع الاحباب باش تعم الفائدة وهكذا كما كتشوفوا جاي من الداخل شي حاجة اللي رائعة شكرا دائما على التتبع ديالكم عواش لكم بروكا، رمضان كريم والى وصفه قادمه وفيديو قادم بحول الله